والمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من القدس المحتلة دكتور علي الأعور الخبير في الشؤون الإسرائيلية مرحبا بك دكتور يعني ظهر في الآونة الأخيرة مصطلح جديد وهو الهجرة الطواعية برأيك هل ستحصل إسرائيل على ما تريد بتغييرها لهذه المصطلحات؟ نعم أسعد الله صباحكم وتحياتي لك والسادة المشاهدين ربما بلينكين جاء اليوم لكي يوقف كل هذا المخطط، مخطط التهجير ما زال قائما في الاروقه الاسرائيليه في المؤسسه السياسيه لدى اليمين واليمين المتطرف، التهجير هو تهجير سواء كان طوعي او قصري وبالتالي عمليا تقديم كل الامتيازات بعد تدمير غزه بالكامل واصبحت غزه بدون حياه، بدون طعام، بدون شراب، بدون كهرباء، بدون اي شيء أنا بتقديري الشعب الفلسطيني قادر أن ينهض من جديد وغزة سوف تنهض من جديد ولكن المشكلة أن المخططات التي تحدد الشعب الفلسطيني مخطط التهجير مازال قائم سواء كان تهجير طوعي أو تهجير قصر. هناك عدد من دول أوروبا وبعض الدول العربية أعلنت استعدادها الكامل وفقا لمصادر عبرية بأنه مستعدة أن تستقبل الفلسطينيين ولكن بعد ما ولكن مصر الأل... والأردن رفضا هذا يعني مصر والأردن كان رأيهم واحد وقاطع وصريح ورفضوا كل هذا ولكن حاليا ما يلفت انتباهي هو تصريحات بلينكن يعني حينما يتحدث بلينكن ففي اغلب الاوقات لا يصدقه المحللون فهو قال ان التهجير القسري هو امر غير مقبول ولكن اضاف كلمه في الوقت الحالي هل هو ربما ان يكون مقبولا في المستقبل؟ هذا ما لم افهمه. بلينكن جاء أربع مرات إلى المنطقة وزارة واو. الأبيب أربع مرات من أجل إدارة العمليات العسكرية على قطاع غزة ومن أجل توجيه إسرائيل والوقوف على المراحل التي وصلت إليها الحرب في غزة وهو يعلم جيدا بالوضع الميداني والقتال في غزة وأعداد القتلى في الجيش الإسرائيلي ويعلم جيدا بأن إسرائيل ونتنياهو لم يحقق أي هدف في غزة لا انتصار إلا دماء الشهداء لا يوجد هناك أي نصر حققه نتنياهو هناك فقط 23 ألف شهيد تدمير غزة بالكامل 57 ألف جريح هذا بلينكين يعلم جيدا بأن مخطط التهجير ما زال قائما ويتحدث بلغة اليوم لغة المصطلحات والمفردات في الوقت الحالي يعني يا بلينكين بعد المتلاعبة بلينكين. يعني هي لغة متلاعبة كعادة بالضبط بالضبط هذه اللغة التي يستعملها هو من أجل تمرير مخطط التهجير لبعض مرة أخرى اسمح لي أنا أعرف جيدا موقف مصر وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رفض رفض مطلق التهجير وقال لهم ها هي النقب موجودة إذا أردتم أن تهجروا سكان غزة فالنقب هي أرضهم ويجب أن يعودوا إليها إذا الموقف هو مصر كان على سبيل كان المثال مشرق. فقط يعني كان ليس على... ليس على سبيل بالطبع. الوقت بالتأكيد وأيضا الملك عبد الله الثاني اعلن موقف واضح تماما وقال لن نسمح بتهجير الفلسطينيين لا من الضفه الغربيه ولا من غزه ولكن العقليه الاسرائيليه التي تقوم على فلسفه جابوتنسكي وبيجن وبنجريون وهي القتل واخذ الارض يعني حتى ممكن ياخذوا الارض على اشلاء الدماء أنا بتقديري المرحلة الآن هي مرحلة سوداء لماذا؟ لأن بلينكين يأتي وتستمر الهجمات تستمر القصف تستمر المذابح لابد من وقف كل هذه الدماء لابد من وقف الحرب لابد من وقف الأدوان يعني مستحيل أن يتم تدمير غزة نتنياهو يسير في اتجاه والجمهور الإسرائيلي في اتجاه آخر المؤسسة الأمنية في إسرائيل تتجه في اتجاه ونتنياهو مستمر في القتل مش معقول يعني العالم كله بيتفرج على نتنياهو معقول يعني الحكام العرب جميعهم معقول غزة تباد وتدمر وهذه المشاهد أمامهم يعني لا أحد يستطيع أن يوقف نتنياهو مش معقول يعني, أغ... يعني لا يتخيل العقل طيب يعني يا أنا... جماعه يا جماعه ما يتم في غزه هو مذابح نعم هو هذا مفهوم هو قطعا و... وعلى مرأى ومسمع من الجميع دعنا ننتقل ل... 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 بما انك يعني خبير في الشؤون الاسرائيليه الى الداخل الاسرائيلي هل تحلل لي ما الذي يجري تحديدا في الداخل الاسرائيلي وكيف سيؤثر بطبيعه الحال على فكره استمرار الحرب يعني هل نتنياهو يسير دون السماع لاي احد والى مدى سيصمد؟ يعني انا بتقديري آه ايضا آه نتنياهو ما زال مع الاعلام ومع البروباغندا وسوف استمر للقضاء على حماس ما انت 94 يوم ما قدرتش على حماس ولم تحص ولم تحقق اي هدف بالامس كان هناك لقاء مع جيدون ليفي جيدون ليفي هذا كاتب ومحرر اسرائيلي وخبير اسرائيلي قال لهم انتم تقتلون الاطفال فقط في غزه قال لهم لم يوجد أي شيء في غزة إلا دمرتوه يعني هذه شهادة إسرائيل يساري أما على المظاهرات في تل أبيب في كل انحاء اسرائيل الان وصلوا الى قناعه يجب وقف الحرب قالوا لنتنياهو عد الى بيتك اذا هناك مظاهرات ضد نتنياهو تطالب نتنياهو بالاستقاله الجمهور الاسرائيلي توصل الى قناعه لا يمكن عوده الحياه الطبيعيه الى تل ابيب لا يمكن وقف ازدياد اعداد القتلى في الجيش الاسرائيلي الا بانسحاب نتنياهو بالامس انا بتقدير الموقف الميداني الذي تم اتخاذه اعلن الجيش الاسرائيلي رسميا بدء المرحله الثالثه من العدوان على غزه أي مراحل يتحدث؟ ما هي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة أو حتى لو مرحلة خامسة فهي أصبح المرحلة أمر المرحلة الأولى هي تدمير شمال غزة، المرحلة الثانية تدمير الوسطى دير البلح ومخيم النصيرات والمغازي والبريدج، والمرحلة الثالثة اليوم تدمير خان يونس، تدمير يصبح غير صالح للسكن وقتل المدنيين، هل هذه هي الأهداف المعلنة؟ <applause> نعم هذا هذا هدف واضح تماما حتى لو نتنياهو لم يتحدث عنه لماذا يريد ان تصبح غزه غير قابله للحياه كما تحدث جريفت الوكيل للأمير العام للامم المتحده جوتيرش قال جريفت بان غزه اصبحت مكان للموت لماذا حتى يجبر الفلسطينيين على الهجره وترك ارضهم يا اخي احنا لو ان بدنا نضل 100 سنه في هذه الارض مش يعني مش معقول الفلسطينيين لا يمكن ان يغادر ارضه مره واحده حصلت النكبه يا نتنياهو لن تحصل مره ثانيه ولكن انا اريد ولكن انا اريد ان اؤكد على نقطه واحده مهمه جدا هذه النقطه ان اسرائيل ونتنياهو لم يبق الامل ولم يبق السلام ابدا وبالتالي أنا أقول لنتنياهو عبر قناتكم الموقرة عليك يا نتنياهو أن تحافظ على الأمل لدى الشعب الفلسطيني لأنه في المستقبل سيكون هناك 7 أكتوبر و10 أكتوبر و20 أكتوبر القادم ولكن ولكن, سيدي ولكن نتنياهو لا يجيد هذه اللغة يعني أظن أنه يتحدث بلغة مختلفة فكل ما يشغل بال نتنياهو ربما تكون يعني كيف أن يحمي نفسه كيف أن يطيل أمد الحرب حتى لا ينتهي سياسيا فبالتالي هو لا يفكر سوى في الان الخطه الخطه الانيه، وهنا ساسالك سؤال لماذا يصر على الاستمرار برايك في ظل كل هذه الدخول الضغوط عفوا الداخليه والخارجيه هل فقط لاجل حمايه نفسه؟ نتنياهو وضع مصالحه الشخصيه السياسيه في مقدمه الكل حتى الأسرى الإسرائيليين المختطفين لدى حركة حماس والمقاومة في غزة لم تعد من أولوياتهم يعني تخيلي صار نتنياهو زوجة نتنياهو أصبح لها مكان بالسياسة وقالت لا. لعائلات الأسرى عليكم أن تسكتوا عليكم ان تسكتوا، يعني تخيلي من اين خرج، يعني هذا يعبر ايضا عن قدره بيت نتنياهو في السياسه وفي هذه الحاله هل يمكن ان نعول على الداخل الاسرائيلي؟ يعني هل يكون هذا هو ناقوس الخطر؟ الفارق الوحيد الذي يشكل في هذه الحرب سواء وقف الحرب او اقاله نتنياهو هو الشارع الاسرائيلي، نعم. لا احد يستطيع، حتى بلينكين اللي جاي اليوم لن يعمل على وقف الحرب ولن يوقف الحرب ولن يوقف العدوان الشارع الإسرائيلي هو الورقة الضاغطة على نتنياهو محكمة العدل العليا الإسرائيلية التي أقرت بإلغاء وإبطال قانون الأساس الآن المستشار القضائي للحكومة سوف تنظر في عدم ملائمة نتنياهو ليبقى رئيس للوزراء وأيضا ازدياد أعداد القتلى في الجيش الإسرائيلي سوف تشكل فارق مهم جدا لأنني أعلم جيدا ومن خلال معرفتي وتخصصي بالعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية أن كل جندي قتيل أو ضابط قتيل هو يسبب مشكلة لدى نتنياهو على مستوى الشارع الإسرائيلي وبالتالي المعطيات على الأرض والشارع الإسرائيلي سوف تشكل الفرق في وقف إطلاق النار والعمليات على الأرض المعطيات على الأرض سوف تحدد مستقبل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وضحت الفكرة أشكرك شكرا جزيلا من القدس المحتلة دكتور علي الأعور الخبير في الشؤون الإسرائيلية شكرا جزيلا على هذا التحليل